إلى الضفة الغربية سريعا ولا السلامين، هناك تطلعنا على التطورات. وقبل هذه التطورات، هناك يبدو أن هناك تطورات في رفح الفلسطينية. نستمع بوضوح إلى ضربات عنيفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي. تفضلي ولا. أهلا بك أستاذ المشاهدين، نتحدث عن مخيم عقبة جبر. في هذه الأثناء قامت قوات الاحتلال باقتحامه وباقتحام ومداهمة منزل الشهيد محمد البيطار الذي استشهد في الآونة الأخيرة، أي في الشهر الماضي، وقامت بتخريب وتدمير المحتويات في المنزل. حتى خزانات المياه لم تسلم من قوات الاحتلال، وقامت بتمزيق صور الشهيد محمد البيطار. أيضا نتحدث عن الضفة، وحتى اليوم ودعت الضفة الغربية عدد من الشهداء، نتحدث من كركرم وأيضا قلنديا، و في عدة منازل كان هناك مداهمات. وأيضا نتحدث عن تلك المداهمات لمدينة طوباس الذي ارتقى فيها ضابط من الضابطة الجمركية، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي على هذا الضابط، وكانت فيديوهات تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأكذوبة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الإعلام الإسرائيلي الذي قال أنه هو كان يعني في هذا المقر يحمي مطلوبين، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي عليه. هناك بعض الأكاذيب التي تداولها الإعلام الإسرائيلي، ولكن مدير العلاقات العامة في الضابطة الجمركية تحدث بأنه قتل بدم بارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولم يرد من سلاحه بأي طلقة من الطلقات على القوة الخاصة التي داهمت مدينة طوباس. أيضا في مدينة أو حتى في مخيم قلنديا كان هناك اقتحام موسع لهذا المخيم، وقاموا بتبشير منزل الشهيد محمد مناصرة، وارتقى شهيدا من عائلة أصلان في مخيم قلنديا وورى إلى مثواه الأخير. أيضا في مدينة فولكرم كان هناك أيضا شهيد متأثرا بإصابته، نتحدث منذ يوم أمس ولغاية هذه اللحظة 11 شهيدا ودعت الضفة الغربية. هناك 3 جثامين قد احتجزها قوات الاحتلال من مخيم فولكرم، ولا زالت الاقتحامات الموسعة لجميع مناطق الضفة الغربية تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي. نعم.